يكون العطاء فاعلا والجهد مميزا والثمرة ملموسة، عندها يكون للإهداء معنى وللثناء فائدة وللتكريم قيمة. وقفة خاصة إذن نقفها هذه السنة مع رجل تربية وتعليم، رجل أهدى حياته للفن والموسيقى وتقاسم خبرته ومعرفته وحسه الفني وعطاءه المهني مع طلبته طيلة مسيرته، الذين حملوا إلى الآن مشعله الموسيقي على الصعيد الوطني. اشتغل طول فترة شبابه بالتعليم الموسيقي وسبل تطوير بيداغوجية التعليم الفني ليثبت وجوده بكل جدارة واستحقاق. وظف علمه في خدمة وصناعة الأجيال، كان منهجه نشر الثقافة والمعرفة الموسيقيين، رسالته تحسين الأداء الآلي، وهدفه تربية وإعداد أجيال وموسيقي الغد. لن يمحو التاريخ اسمه وعطاءه وإبداعه، وسيظل راسخا في قلوبنا وذاكرتنا، ولن يدخل اسمه أبدا في صفحات النسيان. فإلى من أضاء تواجده قلوبنا قبل أن تضيء جهوده الأماكن، إلى الأستاذ الجليل السيد أحمد فرجي. أترككم مع سلسلة صور تؤرخ لفترة من حياته.